تعالوا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم كلمة دكتور خالد بن لادن، وحضراتكم تسمعوا بنفسكم قد ايه هذا الشخصية المحترمة. طبعا هذه الشخصية المحترمة كانت بتتحدث، وهو طبعا رجل اعمال ناجح جدا ومعروف جدا، وشركة المراسم شركة كبيرة جدا كمان طبعا في العقار. خلينا نتابع ونرجع نعلق مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم في هذا الاحتفال على شرف النادي الأهلي العريق. أشكركم على حضوركم الكريم. وسنت شركة جهود في السوق المصري قبل 25 عام. مضت تحديات في عام 97 في مجال الإنشاءات والمقاولات، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع برؤية نافذة وتخطيط علمي متكامل، قادنا في التحويل إلى ميدان التطوير العقاري والعديد من المجالات الداعمة ذات العلاقة والمشروعات المستدامة وصولا إلى أقصى مستويات النجاح. وصولاً لأقصى مستويات النجاح بمشروعات ضخمة تعكس رؤيتنا الإبداعية بمزيد من الأصالة والحداثة. وفي إطار دور شركة المراسم على المجتمع ورغبته العميقة في إرساء حقبة جديدة من النجاح والشراكة مع كيان النادي الأهلي العريق الذي أثبت منذ تأسيسي في عام 1907 أنه حصن الرياضة واقتصادي منيع أمام أعتى التحديات، وما زال يقترح المعجزات والنجاحات محليا وإفريقيا بأسس ومبادئ احترافية ترقى للعالمية وتوازي رغبة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني في كتابة فصل جديد من تاريخ نادي القرن. فإنه يشرفنا أن نكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لسنوات قادمة، سائلين الله عز وجل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لازم نقول مليون مبروك للطرفين، شركة المراسم والنادي الأهلي، وبإذن الله تكون بداية لرحلة من النجاح بإذن الله خلال الأربع سنوات القادمة.